يذخر نصر أكتوبر المجيد بالعديد من الأحداث والشخصيات الذين بذلوا العطاء في معركة استرداد الأرض ليسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور بكل فخر وإجلال. ومن بين هذه الشخصيات اللواء أركان حرب سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر، والذي كان له دور بارز في تحقيق النصر، حيث كان الجيش الثاني في طليعة قوات الجيش المصري التي اقتحمت ودمرت خط بارليف وصدت جميع الهجمات المضادة التي قامت بها قوات العدو. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هذه الأسماء اللواء أركان حرب سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر. ولد اللواء أركان حرب سعد مأمون في 14 من مايو عام 1922، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطا بسلاح المشاة. اشترك في حرب اليمن وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973، وتدرج في المناصب القيادية بسلاح المشاة حتى وصل إلى قائد الجيش الثاني الميداني أكبر التشكيلات القتالية بالجيش المصري. قاد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر، وكان له دور بارز في تحقيق النصر، حيث كانت تشكيلات الجيش الثاني الميداني في طليعة قوات الجيش المصري التي اقتحمت ودمرت خط بارليف واستولت على رؤوس الكباري شرق القناة وصدت جميع الهجمات المضادة التي قامت بها قوات العدو. وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر عين اللواء سعد مأمون محافظا للقاهرة من عام 1975 وحتى عام 1983، ثم وزيرا للحكم المحلي، ورقي في عام 1981 إلى رتبة الفريق. وفي 28 من أكتوبر عام 2000 فاضت روح البطل إلى ربه، تاركا خلفه تاريخا ثريا من البطولات والإنجازات.